اهلا وسهلا كبيدات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى اختي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم فلوق جديد، ولا مرحبا بكم في نهار جديد. اش كتعاودوا؟ اموركم مزيان؟ شكرا لكم كبيدات على التعاليق الغزاله والفنه اللي خليتوا لي في اخر فيديو. لا يخطيكم عليا، كنبوسكم كاملين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفلوغ، واحد الفيديو زوين. عندنا واحد العراضه معروضين عند صاحبتنا، كل مره كنتلاقاو عند وحده وكنتجمعوا عند وحده وكندوزو نهير مع بعضياتنا. كيف ما شفتوا اخر مره كانت العراضه اختي عندي، جاو عندي دوزنا نهير زوين، شطنا تجمعنا، صراحه داز واعره. واليوم عرضنا صاحبتنا اميمه، غادي نمشيو عندها. وقلت علاش لا ما نبداش معكم الفلوغ ونديكم معايا، حنا نتوما كيعجبكم هاد الفيديوهات. انا اختي كنبغي نتفرج فحال هاد الفيديوهات، فوج فيهم، شوف هكا البنات مجموعين صحابات ولا ناخذ منهم هكا افكار، لا بغيت نمشي شي بلاصه شنو ناخذ شنو ندي في يدي. وهذا مكان غادي نشارك معاكم هاد النهير كيفاش غيدوز. قولوا لي اختي عاوتاني كي جاني الاسود. زعما مازال ما ولفتش راسي، حيت راسي ناسيه الساعه ديالي، مازال ما درت حتى لي زاكسيسوار جبتهم في صاكي، حيت فريمون معطله وما بغيتش نزيد نتعطل. لقيتوني دابا بدلت حويجاتي، لبست التريكو هذا، هاي لقيت كيفاش نوريكم اللبسه كيفاش جات، كيكونوا فيه هاد لي كارديغون كيكونوا فيهم هنايا الصديفات، تلمهم مزروبه. والله ما قدرت نصور لكم بزاف الحوايج هكا في الدار، صوبت ميكاب خفيف. مهم حلقنا شويه على الحاله اختي، وما قدرش نحل عينيك وبيدات، كنبغي نشوف فيكم هكا نيشان، ولكن بقوه الشميشه. يومين هذه ما خرجت، ولا ثلاث ايام كثار، ثلاث ايام ولا اربع ايام ما خرجت. اليوم عشي وما خرجت، ضروني عيني واحد الشميشه قاصحه. المهم كبيدات بلا ما نطول عليكم في الفيديو، غادي تمشيو معايا باش نشوفوا شنو غادي ندخل في يدي. ضروره اختي، حنا معروفين المغاربه ملي كنبغيو نكونوا معروضين عند شي حد ولا كنبغيو ندخلوا شي حاجه في يدينا. غادي نمشي لاسواق السلام، ناخذ من عندهم هكا شويه ديال لي صالي وداكشي، وغنمشي لواحد المخبز عاوتاني في الرباط اللي فطرت فيها اخر مره. عندهم داكشي صراحه خطير ديال لي سوكري، كيعجبني عندهم. ناخذ هكا شويه ديال الفينوازغي وداكشي، وهانتوما معايا كبيدات. بوسة لكم كبيره كبيدات، شكرا على تعاليقكم الفنه، شكرا على التشجيعات ديالكم، شكرا على لي ميساج ديالكم. لهلا يخطيكم عليا، وكيف ما كنقول لكم دائما لهلا يحشمنا اختي، نموت عليكم انا كبيدات. لقيتوني جيت دابا لاسواق السلام باش ناخذ هنايا شويه ديال المالح، صراحه كيعجبني عندهم هادشي. ناخذ شويه ديال المالح، راكم عارفين ضروري ما ندخلوا شي حاجه في يدينا. فوالا صراحه اسواق السلام كناخذ من عندهم هادشي ديال لي صالي ولا سكري زوينين، ولكن السكري ما ناخذهمش من هنا ياك، باش ناخذهم من واحد البلاصه اخرى. كيعجبوني حتى هما عندهم. وهذا مكان هانتوما معايا. جيت لهاد المخبازه هادي اللي كاينه هنايا في الرباط، خديت من عندهم هادشي ديال الفينوازغي. صراحه عندهم هادشي كيحمق، هما اللي اخر مره فطرنا عندهم، خدينا هاد لي كرواسون شوكولا، هادو هادي سيترون. المهم هادشي اللي صراحه عجبني وخديته، وهانتوما معنا. وخديت مازال لي صالي من اسواق السلام، انا غنشاركهم معاكم. وهادو هما لي صالي اللي خديتها كبيدات، عرفتو ما رديتش البال، دارت لي كرطونه فريمون صغيره صباطني، ولكن ماشي مشكل. شنو غندير هنايا، خديت من هادو فيهم لادان فيمي فرماج، وحدين من التحت فيهم لي سوسيس، هادو حتى هما وحدين ديال البولي عرفتو. مع دابا كان رضا كيسوق وانا كنصور لكم. المهم الا حطيناهم هكذا في الطبيله راه غنقادهم نصورهم لكم مزيان. كما قلت لكم هادو خديتهم من اسواق السلام، مع دابا الطريق ما يمكنش ليا نبقى نهزو نوريكم،
بدات شي كيشهي مع فيا الجوع. يلا كبيدات هانتوما معانا حتى نوصل جهاد. ويلي سمعنا الرجال. جهاد بصح شكرا شكرا نسيت شكرا الله يعطيك الخير. وميما و لورغانيزاسيون ديال الطبله. هاي 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 شويه شويه اختي سمحي لنا الله يسمح لنا معذابك. واش ديري عليك ولا شي حاجه؟ انا اختي ضربه فيك واحد السميشه ما نقولش لك. ثانك ثانك لا 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 نهائي لا لا اختي غير يديها. لا ماشي ديال هاد النوع اللي بغا شي يبان تدعافك. لا ما يمكنش خصك تغطى. لا 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 اختي ما نقدرش نكون انا متوله بحال هكا. هذاك الشيء خطير زعما يا قولي صلاة إلى جيلة جا سيدنا محمد الله معاك جيل علي. اليوم غيقولوا أميمة تخطبات على ودات صغريتي. مرحبا بكم كاملين فهاد الليلة ناشطين فهاد الليلة مليحين وفهاد الليلة مبرعين واللي بغا واللي بغا واللي بغا كبيدات كلش خصو تكونوا معايا ما بكره واخا تكوني جالسة عند تخيطر كبيدات لقيتونا اختي يلاه دخلت للدار عرفتو شنو والله الا امي ما عطاتني مسكينه واحد الساشيه هنايا شوفوا شنو مصيفطه معايا الله رضا مسكينه الله يكثر خيرها. صباح الخير عليكم كبيدات كي صبحتوا امور مزيان. البارحه اختي ما كملتش معاكم الفيديو جيت عيانه جيت كاو ابي قدرت ندير ماكياج وجهي ونبدل حويجاتي اختي وتخشيت في الفراش كان الموت ديال البرد وصبحت عاوتاني مروحه مشكيت عليكم الحمد لله والشكر لله على كل حال. جيت نختم معكم هذا الفيديو ديال البارح كما قلت لكم ما سديتش معكم الفيديو دازت صراحه شي زوينه. من هنا بغيت نقول صاحبتي اميمه شكرا 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 لك كبيده بزاف بزاف على العراضه الغزاله ديالك على الجليسه المتبوله. شكرا لافامي ديالك شكرا لخالتي وشكرا لهاجر على داك الشيء كامل اللي حطوا لينا من يديهم وداك الصواب وداك الادب وداك التاويل باش دازت عشيه زوينه ومنظمه وغزاله. بارك الله فيكم الله يخلي لكم صحتكم
صراحه بعد المرات الجلسه مع شي ناس شوفه فيهم راحه والجلسه معاهم نزاهه، حتى ممكن يكون واحد الجو زوين ما كتسخاوش انكم تخرجوا من عندهم ولا تمشيو عندهم. صافي بليزير اننا تلاقينا وجلسنا وهضرنا، شكرا لكم بزاف بزاف. الله يخليكم دائما يا ربي مجموعين، الله يخليكم تشوفوا اميمه كيف ما كتمنوا. شكرا لك كبيده اميمه على العراضه وعلى التكبيره وعلى الوقفه ديالك. الناس اختي خدامين وفي الويكاند كيبغيو يرتاحوا كبروا بينا، دارت لينا عراضه وقفات عليها، نرجعوها لك ان شاء الله في ساعه الخير. والله لقينا في شي ساعه غزاله حسن هادي، نتلاقاو ان شاء الله غير في الافراح والمسرات يا ربي دائما. سواليكم سوالينا، تلقينا بصحاباتها عاوتاني غزالين، تشرفنا بالمعرفه ديالكم. الا كنتو كتشوفوا هذا الفيديو جلسنا معاكم غزاله حتى نتوما، وتشرفنا بالمعرفه ديالكم. وهذا ما كان كبيدات، دوزنا عشيه زوينه، نشطنا ضحكنا شطحنا، طلقنا موسيقى وشطحنا. الحمد لله الواحد مره كيتلاقى هكا مع البنات كيبدل الجو، كينشط، كيبدل داك الروتين. راه واخا تكوني كتخرجي مع راجلك ولا مع لا فامي ديالك، ضروري ديك الجلسه ديال البنات كتكون عندها واحد الحلاوه بوحديتها. والحمد لله على كل حال، وشكرا لكم بدا اميمه اللي الله يخطيك. والله ما سخيت البارح نخرج من عندكم، فحتاج عندي رضا فاش عيط لي صافي كان خاصني نهبط. حتى المونجليسه كانت غزاله ما كتسخايش، ملي كتكون الجلسه زوينه ما كتسخايش انك تنوضي وتمشي. وان شاء الله كما قلت لكم نتلاقاو في ساعه الخير. شكرا خالتي من هنا الا كنتي كتشوفي الفيديو ديالي، البارح كتقولي لي راه كنتفرج فيك كتقولي كبيدات، شكرا لك كبيره خالتي. الا كنتي كتشوفي هذا الفيديو الله يكبر بك، كيف ما كبرتي بينا البارح، كيما فششتيني وكيما شحال من حاجه، شكرا لك بزاف بزاف اللي خطيك. وان شاء الله تكوني فرحانه بوليدات كيف ما بغيتي، ويخلي لك صحتك وطول العمر يا ربي. وحتى انت يا هاجر الله يخلي لك غيتا وخديجه، وشكرا على داك الشهوات الفنين اللي كتخرجي من يديك ما شاء الله عليك. اللهم بارك، الله يحفظ لك بنياتك ويخلي لك صحتك، تشوفي البنات ان شاء الله لاله خديجه ولاله غيتا كيف ما بغيتي وكيف ما كتمناي. وهذا ما كانك فيديات اميمه صاحبتي، بوساليك بوساليك الزين لا يخطيك. لقيتوني غادي نسد معكم هذا الفيديو باش نحطو لكم ان شاء الله، وغادي نبدا لكم فيديو جديد. دجا اليوم نعافقت قلت غادي نبدا هذا الفيديو حيت غنمشي نفطر شي فطور خفن زربن، نبدل حويجاتي، كنتسنى واحد الناس غادي يجيو عندي، غنخرجوا اليوم شي واحد البلاصه، عندي واحد الشغيل نقضيه ضروري ضروري ومؤكد. وان شاء الله نقدر نصور لكم فلوغ، علاش لا اختي، ها انا معك اكتيف، ها انا معك اختي ما تنغبرش عليك، وشجعيني خلي لي دي ميساج زوينين، خلي لي دي كومونتير. الناس اللي ما تابوناوش عندي فلاشين، كنتي اول مره كتشوفي الفيديو ديالي والله حتى غتحمقك القناه، غير دخلي اختي وخلي كومونتير زوين، خلي لي التشجيع ديالك، وانا متاكده ان غتعجبك قناه زوينه محتوى زوين، خصها فيها غير الحداقه والتاويل والنشاط ولي غوسيت، علاش ما تعجبكش؟ نضحك معكم كبيدات، نتمنى تعجبكم لاشين ديالي. والناس القدام نتمنى يكون كيعجبكم المحتوى ديالي. انا هاكا اختي سبونطاني، انا معاك، اي حاجه ما عجبتكش كتبيها ليا في لي كومونتير على الراس والعين. وهذا ما كان، نهاركم مبروك كبيدات. الا كنتي كتشوفي الفيديو في الصباح ولا كنتي كتشوفي في العشيه، امسيه سعيده كنتمنها لك. بوسه ليكم كبيره، كنموت ونحماق عليكم. السلام عليكم.